اهلا ومرحبا بكم اخواني الكرام في فيديو جديد. بعد اقصاء فرنسا وايران، الفيفا يعلن تاهل المغرب لدور ربع النهائي من كاس العالم للفوتسال علامه استفهام. ابراهيم دياز يقدم اجمل هديه للناخب الوطني وليد الركراكي بمناسبه عيد ميلادها. بعد الجدل، زياش يخرج عن صمته والشعب المصري يفاجئه بأغنية داعمة لها. مدافع المنتخب الوطني المغربي عبد الكبير عبقار يقوم بفضيحة غير مسبوقة هزت العالم ومدربه يثور عليها بالفيديو. الجامعة الملكية المغربية تتعاقد مع لاعب المنتخب الجزائري السابق لقيادة هذه المهمة. عقوبة ثقيلة تنزل على المهدي بن عطية والجماهير مارسيليا تشيد بها. صراع الجبابرة ناصر الخليفي وبيريزا حول أشرف حكيمي والتفاصيل حارقة. الحاج مزراوي فاجأ العالم بطيبته وتواضعه وتصريحاته القوية، وهذه هي التفاصيل. أثار لاعب المنتخب الوطني المغربي عبد الكبير عبقار الجدل بعد نهاية الشوط الأول، حيث طلب من نجم نادي ريال مدريد الإسباني كليان بامبي تبادل القمصان قبل نهاية اللقاء في لقطة لم تعجب مدربه الذي قرر استبدالها وعدم خوضه الشوط الثاني في مباراة التي خسرها فريقه بثلاث أهداف لهدفين مساء أمس الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى الليغا. أعلن اللاعب الدولي الجزائري السابق لوران أغوازي عن انضمامه إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في منصب جديد ومهم، حيث سيتولى قيادة قطاع تطوير الشباب. جاء هذا الإعلان بعد مسيرة رياضية حافلة للاعب، حيث مثل منتخب بلاده الجزائر في مناسبتين خلال عامي 2013 و2014 قبل أن يعتزل اللاعب نهائيا سنة 2020. بعد اعتزاله عمل أغوازي في نادي لوريان الفرنسية، ثم انتقل إلى نادي ميدز حيث شغل عدة مناصب تدريبية منها مساعد المدرب والمدرب الأول لفريقي الناشئين والشباب. وكان آخر منصب قبل الانضمامها إلى الجامعة الملكية المغربية هو مدير أكاديمية نادي ميدز، مما يعكس خبرته الواسعة في مجال تطوير اللاعبين الصغار. يأتي تعيين أغوازي في إطار استراتيجية طموح الجامعة الملكية المغربية تهدف إلى بناء جيل جديد من اللاعبين المغاربة القادرين على المنافسة على مستوى الدولية. وتهدف الجامعة الملكية من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز احترافية مراكز التكوين وتوفير بنية مثالية لتطوير المواهب الناشئة. يأتي تعيين أغوازي بالتزامن مع توقيع الجامعة لاتفاقية شراكة مع مجموعة أوسيبي وشركاء آخرين لإنشاء صندوق وطني لتكوين اللاعبين، مما يعكس التزام الجامعة بتوفير الدعم المادي والبنية التحتية اللازمة لتطوير كرة القدم المغربية. تسعى الجامعة الملكية من خلال هذه الخطوة إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة في كأس العالم 2030 التي ستقام بالشراكة مع كل من إسبانيا والبرتغال. ويتوقع أن يلعب أغوازي دورا حيويا في تحقيق هذا الهدف من خلال اكتشاف وسق لمواهب جديدة وإعدادها للمستقبل. استدعت اللجنة التأديبية للدورية الفرنسية الدولية المغربية السابقة المهدي بن عطية المستشار الرياضي لأولمبيك مارسيليا من أجل المثولة أمامه. وفقا لما أورده موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن هذا الاستدعاء جاء عقب التصريحات النارية التي خرج بها المستشار الرياضي لأولمبيك مارسيليا بعد مباراة فريقها الجنوب الفرنسي ضد أولمبيك ليو الأحد الماضي في الدورية الفرنسية. وصرح بن عطية بعد نهاية المباراة: الأمر خطير، ما حدث خطير جدا، احترمونه ولا تحسبون أغبياء، أنا لست مندهشا حينما عرفت في وسط الأسبوع بأن الحكم بي هو من سيدير المباراة، لم يكن الشعور جيدا، فهناك ماضنا ولن ننظر للصور.
وأضاف: أنا لست الشخص الذي يبكي بعد المباراة، لكن الأمر حدث بالفعل في الأسبوع الماضي، وإن لم يكن ذلك مع الحكم نفسها لا يمكنكم إجباري أنه قدم مباراة جيدة، لا يمكنكم قول ذلك إلى مشجعي مارسيل، يجب على الحكم أن يكون متأكدا مما يقوم بها في مباراة مهمة مثل هذه. ورغم أن مارسيليا حقق الفوز في المباراة بثلاث أهداف لاثنين، إلا أن بن عطية ترى غاضبا في وجه الحكم، مما دفع اللجنة التأديبية للدورية الفرنسية لاستدعائه من أجل المثول أمامه بعد تصحيحاته النادئة. وتشير بعض التقارير إلى أن بن عطية سيواجه عقوبة الإيقاف لمدة ما بين 6 أشهر لموسمين. يبدو أن الدولي المغربي أشرف حكيمي لن يقتفي آثار صديقه وزميله السابق كليان إمبامبي بالانتقال من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد. وكان أسد الأطلس مرتبطا بالعودة إلى ناديه الأصلي ريال مدريد في فترة الانتقالات الأخيرة بدل سعي العملاق الملكي لتأمين مركز الظهير الأيمن. وبحسب فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن باريس سان جيرمان يسعى لتقديم عرض مغري جدا لأشرف حكيمي يشمل تحسين راتبه وزيادة مدة عقدها. يهدف النادي الفرنسي من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز استقراره الفني والابتعاد عن الشائعات التي تحوم حول مستقبل اللعب. وكتب رومان عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي إكس: يعمل نادي باريس سان جيرمان بقيادة ناصر الخليفي على تجديد عقد أشرف حكيمي بداية المحادثات بالفعل، والنادي يعمل عليه. وأثبت أشرف حكيمي الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 نفسه كواحد من أفضل الأظهرة في العالم بفضل سرعتها ومهارته العالية، وقد ساهم بشكل كبير في تحقيق النجاحات للنادي الباريسي، مما جعله هدفا رئيسيا للعديد من الأندية الأوروبية العملاقة. وكان أشرف حكيمي لاعبا أساسيا في باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي تحت قيادة المدرب لويس إنري، كما بصم النجم المغربي البراق على بداية رائعة خلال الموسم الحالي. تحدث الدولي المغربي نصير مزراوي الظهير الأيمن لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزية عن قيمة انتقاله إلى ملعب الأولترافورد، مشيرا إلى أنه لم يكن مكلفا. وقال الحاج نصير مزراوي في تصريح صحفي: لا أستطيع تحديد السعر، لكنه يناسبني لأنني لم أكن مكلفا إلى هذا الحد. وأضاف الدولي المغربي: لقد حققت بداية جيدة، لهذا من السهل على الجماهير أن تقول إنني صفقة جيدة هذا الصيف. يشار إلى أن نصير مزراوي انتقل إلى المانشستر يونايتد الإنجليزية وفق عقد مدتها 5 سنوات قادما من بايرن ميونخ الألماني مقابل 15 مليون أورو فقط. بعد التخاذل الرياضي المسجل في مباراة فرنسا وإيران ضمن بطولة كأس العالم للفوتسال المقام حاليا بأوزبكستان، تتجه الأنظار إلى قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدما تقدمت رسميا منتخبات ليبيا وباراغواي بشكاية في الموضوع، كما طالب متتبعو الفيفا بفتح تحقيق في مهزلة المباراة التي عرفت انتصار المنتخب الإيراني 4 أهداف لهدف 1 لتجنب الديوك مواجهة المنتخب المغربي في دورة الثمن النهائية. مصادر إعلامية رياضية أكدت أن مسؤولي منتخبي ليبيا وباراغواي تقدموا باعتراض رسمي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، طالبوا من خلالها استبعاد فرنسا وإيران من دورة الثمن بسبب السلوك غير الرياضية وابتعادهما عن الروح الرياضية واللعب النظيفة. الفيفا بدورها ردت على الاعتراض بالإجابة وأكدت أنها على علم بالشكوى المقدمة من المنتخبات المشاركة بخصوص مباراة المجموعة 6 بين فرنسا وإيران، مضيف: لم يتم تقديم أي تعليق آخر طالما أنه ما يزال البحث جاريا في الموضوع في حال تأكد للفيفا التخاذل بمباراة المنتخبين ضمن بطولة كأس العالم للفوتسال، وهو أمر واقع وباتفاق الجميع.
فقد يقصى كلا المنتخبين من دور الثمن، وبالتالي قد يعلن تأهل المنتخب الوطني المغربي ومنتخب تايلاند اللذان سيواجهان على التوالي المغرب وفرنسا. وفي حال العكس وتماطلت الفيفا في إصدار العقوب، فالمنتخب الفرنسي سيواجه في دور الثمن النهائي يوم الجمعة القادمة منتخب تايلاند، فيما سيواجه المنتخب الإيراني المنتخب الوطني المغربي غدا الخميس. كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن الدولي المغربي ونجم ريال مدريد إبراهيم دياز استجاب بسرعة كبيرة لبروتوكول العلاج من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الليغا. وحسب ذات المصادر فمن المتوقع أن يعود دياز إلى التدريبات الجماعية قبل انتهاء المدة المحددة للغياب والتي حددت سابقا في 8 أسابيع. أشار المصدر إلى أن دياز أظهر علامة إيجابية حول استجابته لبرنامج التأهيل. التطور الجيد أسعد كثيرا الناخب الوطني وليد الركراك، حيث عبر لمقربيه بمناسبة عيد ميلاده 49 أن تعافي النجم المغربي هو خير خبر وهدية بهذه المناسبة. يذكر أن إبراهيم دياز تعرض للإصابة في الدقيقة 23 من مباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد 2-0، حيث تم تشخيصه بشدة في عضلة الفخذ اليمنى. وعلاقة بالموضوع، سيخوض المنتخب الوطني المغربي مباراتين ضد إفريقيا الوسطى في 12 و15 أكتوبر، ومع ذلك يستبعد استدعاء دياز للمعسكر حتى يستعيد لياقته الكاملة. كما هو معلوم أثار الدولي المغربي ولاعب نادي غلطسراي حكيم زياش الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما يجري في الأراضي الفلسطينية، حول مسؤولية بعض الدول والحكومات منها المغرب في دعم الإبادة الجماعية حسب تعبيرها. وأكد أن تأييده لهذا الموقف يعتبر دعما لقضية الشعب الفلسطيني، يسهم في تسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها هذا الشعب، يخدم إشعاع قضيته على المستوى الدولي. سبق ونشر لاعب نادي غلاتاسراي التركي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وعلق عليها بالقول: لن تكون الأمور أكثر وضوحا تبا لكل دولة تدعم هذا الأمر، قبل أن يعود بعد ذلك وينشر منشور تان ليضيف منشور الآخر موجه أيضا للحكومة بلد المغرب التي تدعم الإبادة الجماعية وكل البلدان الأخرى التي تدعم ذلك وفق تعبيرها. عيب عليكم كف، قبل أن يستدرك زياش الأمر ويقوم بعد ذلك بحذف منشوره المثير للجدل. ويعتبر الأسد الأطلسي حكيم زياش من أشد الداعمين للقضية الفلسطينية، وبعض لاعبي المنتخب الوطني المغربي كنصير مزراوي وزكريا أبو خلالة. وفي ذات السياق قام مجموعة من الجماهير المصرية بتأليف أغنية لتدعم حكيم زياش، نستمع أنا وإياكم إليها. ولد صغير وكان اسمه زيشو، كان دايما بيلعب وينافخ في ريشو، مدرب فرقته ما كانش مبسوط، ما هو زيشو في تشيلسي كان دايما مضغوط، يتخانق يتهور بس دايما بيشوط، اللي في قلبه عالسانه اللي مش عاجبه يموت، قام زيشو سايبهم قال لهم باي باي، انا رايح دلوقتي لغلاتاسراي، وفي يوم الصهيوني هاجم على غزة واخواتها خانوها لا نخوة لا عزة، جوعهم قتلهم والاطفال بتموت ورمى التانيين من سطح البيوت، قام زيشو اتعصب ونزل ستوري وكلامه كان جامد كان رده اسطوري، قال فكوا يا كلاب يا بني صهيون اللعنة عليكم على كل اللي يخون، واليوم اللي بعده دباب الكتوني بينبح ويهاجم كأنه صهيوني، ويهمك يا زيشو كلنا وراك، جماهيرك بتحبك ودايما معاك، ومحدش يتفرج ويشجع في الملعب إلا لو حكيم عميد المنتخب، هنعلي أصواتنا as high as we can، fuck you إسرائيل and free Palestine.
أدوات تجدر الإشارة إلى أن هذه الأغنية من تأليف جماهير نادي الأهلي المصرية. أدوات تفاعل المايسترو حكيم زياش مع هذه الأغنية بالإعجاب. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى على أن أتنا الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم برعاية الله إلى حلقة غد إن شاء الله.